السلام عليكم شباب، ان شاء الله كلكم تبقوا بخير. هنكمل مع بعض سيكشن. هناخد النهارده سيكشن السابع اللي هو في جزء الكارديو فاسكولار، وناخد شريحه بس من النيرفس. هناخد ساركوس بروديوزس او ساركوسيس في الهارت، سيست سيركس بوفز في الهارت، فيبرنس بيريكارديتس في الهارت، وميديال كالسينوزس في الارتري، وليمفوسيتك انسفالايتس. هنبدأ مع بعض شريحة الساركوس بروديوزس أو ساركوسيست. دي طبعا نوع من أنواع البروتوزوا اللي بتعمل لي سيست في الماسلز بتاعت الكاتل والشيب والجوت والهيومن كمان كإنترميديات وسط. بتتنقل عن طريق الانجيشن، بيحصل انجيشن لسبوريوليتد أوسيست بواسطة الانترميديات هوست، وتبدأ تعمل لي تكون لي سيست في العضلات زي ما انت شايف كده. فاهم كده؟ يبتدي بقى الهيومن او الدوج او الكات تعمل انجيشن لهذه الماسلز كونتيننج ساركوسيست، تبدأ تبقى تكمل الدورة بتاعتها. يبقى اشرح لي معايا، انا هشوف سيست موجودة بتوين ال الهارت ماسلز. طبعا الميوكارديوم بتبان شكلها عضلات سيلندريكال with oval centrally located nucleus branched connected with each other by intercalated discs and striated، فيها striation جوه السيتوبلازم بتاعها. دي عضلات، دي الهارت ماسلز او الكارديومايوسايتس. وهلاقي السيست موجوده سيكول جواها كونتين بنانا شيب براديزويدز، بنانا شيب براديزويدز. هذه السيست لما اشوفها بعينيا المجرده على العضلات بيسموها ماكرو سيست. شفناها تحت الميكروسكوب اللي عليها مايكرو سيست، اللي هي حاجات صغيره جدا ما بتبانش، الفاين اللي بتبان تحت الميكروسكوب بس بيسموها مايكرو سيست. دي بالنسبه للساركوس بروديوس او ساركوسيست. في صعوبه شويه ان هي تكون التهابات حواليها لان الول بتاعتها هتبقى سك شويه. الشريحه الثانيه سيستي سيركس بوفز. سيستي سيركس بوفز، طبعا سيستي سيركس بوفز دي تعتبر انترميديت ستيج اوف تينيا ساجيناتا. طبعا دي سيستود تبع التيب وير، تبع الديدان الشريطيه، اللي الادلت تبقى موجوده جوه الانتستين، والانترميديت ستيج موجوده في العضلات. يبقى دي الانترميديت ستيج اوف تينيا ساجيناتا. طبعا عارفين ان الفاينل هوست هو الهيومن، يبقى السيستودا موجوده في الانتستين بتاعت الهيومن، وبتنزل الايج، والايج بتبتدي تاخدها الكاتل وتبدا سيركيوليت في البلاد الانكوسفيرز بتاعتها، وتبدا تكون لي سيست سيركس بوفز جوه العضلات. هي موجوده هنا ما بين بتوين الهارت ماسلز. يبقى في انترميديت ستيج اوف تينيا ساجيناتا بتوين الهارت ماسلز. هذه البارازايت بيحصل فيها عمليه كازيشن، طبعا ديجنريشن الاول ثم ديجنريتد ثم نيكروتيك ثم بيحصل لها عمليه كالسيفيكيشن. والبارازايت متحوطه ب فايبرس كونكتيف تيشو كبسول، يبقى السهم بيشاور على degenerated and necrotic intermediate stage of tenia saginata between the heart muscles. الشريحة الثالثة fibrinous pericarditis، ده نوع من أنواع الانفلاميشن اللي بيحصل في الهارت. بيتميز بـ thickening of the pericardium زي ما السهم الأزرق مشاور كده، due to dilated capillaries, leukocytic infiltration and fibrinous rifts. هذا السيكنينج ممكن يحصل كمان اديجن ما بين البريكارديوم وما بين الهارت ككل وما بين الثوراسيك كافيتي. الحاله دي بيسموها شاجي هارت، شاجي هارت. وكمان ممكن يحصل كمان كومبليكيشن للفيبرنس بريكارديتس يتحول الى فيبرينو بيورلنت بريكارديتس، بيسموها شاجي هارت. طبعا بتحصل في امراض كتير من ضمنها السي ار دي بتاعت الفراخ، كرونيك ريسبيراتوري ديزيز، بتلاقي طبقه من الفيبرين على الهارت. طبعا سهله
easily removed، سهل ان هي تتشال في السي ار دي. الشريحه الرابعه اللي معانا ميديال كالسينوزس. ميديال كالسينوزس ده عباره عن فوكال او ديستروفيك كالسيفيكيشن في التونيكا ميديا اوف ذا بلاد فيزلز، بس انا مشاور على التونيكا ميديا وفيها نيكروزس اند كالسيفيكيشن. كالسيفيكيشن بيظهر باللون الايه الازرق. زي ما خدنا قبل كده قلنا الارتري عباره عن ثلاث طبقات، طبقه اللي جوه التونيكا انتيما اللي بيسموها الاندوسيليوم سيمبل سكوما سيبسيليوم، ثم الطبقه اللي في النص سموث ماسل، طبقه من السموث ماسل اللي يحصل فيها عمليه النيكروزس فولود باي كالسيوم ديبوزيشن. طبعا الكالسيوم ديبوزيشن بيبان باللون البلو بلوش كالوريشن في التونيكا ميديا اوف ذا بلاد فيزل. ثم بعد كده طبقه تونيكا ادفنتيشي، اشرح لي معايا، انا عندي كالسيوم ديبوزيشن اون ذا نيكروتيك تونيكا ميديا. الشريحة الأخيرة اللي معانا الليمفوسيتيك انسيفالايتس تابعة للنيرف سيستم. كده نكون خلصنا الكارديو باسكولار وندخل في ناخد أول شريحة من النيرف سيستم. شريحة معانا برين. عشان تميز البرين أول حاجة الخلفية الحمراء بتاعة البرين دي بيسموها نيورو بيل، دي عبارة عن جاية من الأكسونز والدندرايتس بتاعة الخلايا العصبية اللي موجودة. في نيرف سيل بودي هم الأربعة دول او نيورونز، وفي نقط زرع كتير منتشره دي عباره عن جلايا سيلز سواء كانت مايكرو جلايا او اوليجو دنترو جلايا او استرو سايتس. البرين بيتميز بوجود فينيولز وارتريولز يعني اوعيه دمويه صغيره منتشره حواليها سبيس بيسموه فيرشاو روبن سبيس. هذا الفيرشاو روبن سبيس موجود فيه سيريبرو سباينال فلويد. في حالات الليمفوسيتيك انسيفالايتس يعني خروج ليمفوسايتس من الاوعيه الدمويه بتلاقي نفسها بداخل السبيس ده تبدا تعمل لي اجريجيشنز، في اجريجيشنز من الليمفوسايتس within فيرشاو روبن سبيس within فيرشاو روبن سبيس. يبقى طبعا الليمفوسيت كان سباس بشوفها فيه، بشوفها في الامراض الفيروسيه اللي بتصيب البرين زي الافيان انفلونزا زي نيوكاسل زي معظم الفيروسات اللي هتصيب البرين هتعمل لي ليمفوسيتيك انسفالايتس، هتعمل لي ليمفوسيتيك انسفالايتس. يبقى هو كاركترايزد باي اجريجيشنز اوف ليمفوسايتس ان ذا فيرشاو روبن سبيس. عشان تعمل لي شكل بيسموه كافينج، بيسموه يبقى عندي الشريحة ككل عبارة عن lymphocytic perivascular cuffing. lymphocytic perivascular cuffing بتعمل لي شكل زي الاسورة كده حوالين الفينيولز او الارتريولز. كده نكون خلصنا السكشن بتاعنا.